يشهد العزم ويعلي المعنوية، ليس محتاجا لإطواء له، إنما حبا لأصحاب الحمية. وحدوي النهج، شرعي الهوى، ماربي الأصل، عبدي الهوية. اسألوا عنه ميادين النضال، ستجيب العبدية الماهلية. من رجال العزم والحزم إذا واجه الطغيان لم يخش المنية. قائد حر شجاع قالها، ملء أفواه من أسماع الدنا والبشرية. إن لله ولا إلى الوطن، لا لفكر الرافضة والطائفية. قالها في وجه قريب، قال في وجه قريب كلمة، يا لها من كلمة. إنه ابن العبدية والماهلية، إنه ابن الشهيد مبثوث الأحراج من رموز التضحية والوطنية. أيها الشيخ محمد ابن الأحمر، قم فزدنا من شموخة معنوية. إلى العقيد ابن الشهيد محمد مبثوث الأحراج في الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أما بعد، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وزملائي في الدفعة التاسعة، نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وهيئة التدريب، وشكر مقدم ومخصوص لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة ورأي شعبة التدريب في المنطقة وقيادة معسكر الاستقبال على جهودهم المبذولة معنا ومع كافة الإخوة الزملاء الخريجين من الدفعات السابقة في تأهيل ضباط وقيادة الجيش الوطني الذي هو صمام أمان هذا الوطن، الذي هو صمام أمان هذا الوطن وحاني مكتسباته، والذي أرخصنا في سبيله الغالي والنفيس. وإننا نؤكد للجميع ولأبناء شعبنا اليمني العظيم، فإن المؤسسة العسكرية ممثلة بالجيش الوطني ستظل صمام أمان هذا الوطن وحامية لمكتسباته الوطنية، ولن تألو جهدا حتى يتم تحرير وطننا الحبيب، حتى يتم تحرير وطن الحبيب من أيادي الميليشيات الانقلابية على الدولة وعلى النظام، حتى يتم تحرير وطن الحبيب من أيادي الميليشيات الانقلابية على الدولة وعلى النظام والدستور. وسنبذل كل طاقتنا وجهودنا ودماءنا في إعادة بناء هذا الوطن بما يلبي طموح وتطلعات شعبنا اليمني العظيم في العيش الكريم والعزة والكرامة والحرية. ونعاهد الله إننا سنواصل الذود عن حمى الوطن على خطى إخواننا وقيادتنا الذين بذلوا دماءهم رخيصة لهذا الوطن، فمنهم من اختاره الله شهيدا، ومنهم من لا يزال على العهد. ومن خلالكم جميعا اسمحوا لي أن أوجه ثلاث رسائل. الرسالة الأولى: إننا نجدد العهد والولاء لله ثم للوطن، ونعاهد شهداءنا أننا على دربهم ماضون حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها. الرسالة الثانية نوجهها للمجلس الرئاسي ممثلة برئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي وجميع أعضائه ورئيس الحكومة وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة على المضي قدما في حسم معركتنا مع الميليشيات الانقلابية، حيث الجميع يعلم علم اليقين فإنها جماعة خارجة عن النظام والدستور والقانون، وليس لها عهد ولا ذمة، لا في سلام ولا في اتفاق. وليس من الوفاء لدماء شهدائنا أن تبقى معركتنا في منتصف الطريق. ونؤكد للقيادة العسكرية والسياسية فإننا في أتم الاستعداد والجاهزية القتالية لفصل وحسم هذه المعركة، ونحن في انتظار توجيهاتهم بذلك، فكيف لا ونحن أولو القوة وأولو البأس الشديد.
الرسالة الثالثة أوجهها لإخواني وزملائي قيادة الجيش الوطني لنبذل المزيد لبذل المزيد والمزيد من الجهود في خدمة وحماية وطننا الغالي والحفاظ على ممتلكاتنا العسكرية، وأن نتذكر دوما دماء شهدائنا وجرحانا، وأن نصون العهد الذي قطعنا على أنفسنا حتى لا يرى وطني على أرضه وصيا. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار، الحرية لجميع المختطفين والأسرى، الشفاء للجرحى. عاش اليمن حر أبيا شامخا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لك اليوم مجدا ونلت لدى الورى عزا وسعدا، فما لي لا اصوغ لكم ثناء تموت به العدا كمدا وحقدا. وحسبي منك انك من رجال عهدناهم لدى الاحداث اسدا، اراهم ابرموا للشعب عهدا فما خانوا لشعبي قط عهدا. فقل لمن ابتغى للنجم نيلا وشاء لراسخ الأركان هدا، ستعلم أيما شر مكانا وأضعف ناصرا وأقل جندا. العفو الكريم.